بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو ومعه فيديوهات أخرى أحاول أن يكون في 5 دقائق. وهو يعتبر حلقة من كتاب. الكتاب بعنوان فاينانس أند ناس. كتاب منهجي، يعني اسم الفيديو منهج المالية والناس، ملكية فكرية. هاي الكتاب حيكون ملكية فكرية لشركة. ونذكر ان الملكية الفكرية اللي هي نسميها براءة اختراع، تسجيلها الأفضل أن يكون ضمن شركة. يعني أنت عندك براءة اختراع ما تسجلها لحالك، تسجلها باسم شركة، حتى الشركة هي اللي تدعمك. كل واحد من الناس ممكن يفكر في اختراع، ولكن الشركات لو دعت موظفينها للاختراعات توقع معهم عقد انه انا اديك مكافأة، مثلا انت اشتغل على الاختراع ده وانا اديك مكافأة. فشركة شمس للتدريب بمصر سوف تبدأ، اللي هو عنوان الفيديو هذا XIMBA، اللي هي دراسة الـMBA. مثل طبعا في الفيديو انت بتلاحظ بتقرأ انه في شراكة بين WIPO وبين الجامعة الصينية، والآن هم في الطبعة الخامسة من الكتاب. فكتابنا الطبعة الأولى، الطبعة الأولى منهجي، منهج الطبعة الأولى، يعني الطبعة الأولى أو منهج فاينانس الناس أو المالية والناس. طبعا باللغة الإنجليزية نفس الشيء، الصيني باللغة الإنجليزية دراسة. هما تقريبا حسب الجدول أمامنا يبدأ التسجيل في سنة 21 من أوغست، والدفعة تتخرج في ديسمبر 2021، يعني سنة ونص تقريبا، صيفي وسنة. نحن برنامجنا صيفي وسنتين، يعني حنبدأ زيهم في أوغست، ماشي. أو مشروعي أنا، يعني أنا ضمن الشركة، صحيح أنا رئيس الشركة أسستها، لكن ضمن الشركة. ستسمع في الفيديوهات الملحقة في الأعلى، طبعا الفيديو في اليوتيوب في آي فوق تضغط عليه بتشوف انت فيديوهات. كل فيديو تقريبا حلقات نص ساعة نص ساعة. هذا الفيديو نحاول يكون 5 دقائق. طبعا المشروع هذا تبع فاينانس الناس مشروع، بس مدته 2.5 سنين. طبعا حنقدم المشروع كمان في شركة الـ WIPO والشركة والجامعة الصينية، على أساس هم عندهم MIB in design، يعني ماجستير IP براءة اختراع في التصميم. كلمة التصميم هذه عامة، يعني فالتصميم ممكن التصميم يكون تصمم أثاث أو تصمم حتى فكرة. المنتج ممكن يكون فكرة أو برنامج تعليمي زي برنامجنا. فأنا حقدم معاهم 1.5 سنة، ومعايا الأستاذ فرج حيقدم في برنامجنا اللي هو XIMBA اللي هو 2 سنين زائد الصيف، ماشي.
طبعا نحن في الشركة الاثنين، فحتتسجل لنا الكتب، يعني براءة الاختراع نطلع بكتاب، أنا حطلع بكتاب وهو حيطلع بكتاب، كتاب منهجي يعني، عشان الكتاب هو يدرسه، هو يكون أخذ MBA فيعطي دورات ميني MBA 15 ساعة، وأنا أكون أخذت DBA دكتورة فأعطي MBA، يعني حدخل في النظام حق الأكاديمية السادات في 75 ساعة. طبعا اللي يدخل معانا يعتبر كأنه بده يدخل في البرنامج الأول أو الثاني، نفس الشيء. طبعا الإنسان زي ما حتشوفوا أنتوا في الفيديوهات تسمعوها، أو المخترع أو صاحب براءة الملكية الفكرية، فتسمعوا أنتوا في الفيديوهات فوق، نحن نحاول هذا الفيديو ما يجتاز 5 دقائق. طبعا اللي بتشوفوه في الفيديو نفس الشيء، بس نسرع يعني، هناك نفس ال 128 أظن، بس هنا نسرع. طبعا نحن تبدأ الدورة عندنا، وعندنا نحن دورة داخلة، يعني السادات عندهم 60 ساعة للماجستير، ونحن عندنا 15 ساعة، تمشي في الصيف الأول والصيف الثاني والصيف الثالث، صيف السنة الثانية يعني، في مع كل ترم، هم 4 ترمات، مع كل ترم عندنا واحد مسبق، كأنه عندنا نحن 5 دورات، كل دورة 3 ساعات، على أساس ننقل الناس لفهم براءة الاختراع وفهم النظام العالمي لتسجيل براءة الاختراع. يعني النظام العالمي بدأ في التغير، يعني كان أول يسجل رقم لبراءة الاختراع، الآن لا، عايز يدي كتاب، لو سنة ونص أنت تشتغل تطلع بكتاب، أنت تعرف لما تسجل براءة اختراع تطلع ب20 ورقة يعني بس، لكن لما تسجل السنة ونص ممكن تطلع ببحث كامل، كتاب يعني يطبع في السوق ويباع طبعة، اللي هي حقوق طبع. طبعا أنا دارس وكذلك في الشركة، فكلكم الدارسين، الشركة مستهدفة 4000، يعني كأننا نحن بنسجل الشخص ب$600 كرقم براءة اختراع، رقم الكتاب، ثم ادفع $600 كل ترم، يتدرج في الكتاب، يعني $600 الأولى لأخذ الرقم براءة اختراع. هنا طبعا البرنامج الجديد اللي هو سواء الصين مع ال WIPO نقلوا من 20 سنة إلى 50 سنة حقوق الطبع. أكتفي بهذا القدر وشكرا.